22 من شهر نيسان تاريخ مطعم بحدث أليم وجرح عميق في جسد مسيحي المشرق. إنه تاريخ خطف مرجعين كنسيين كبيرين، المطرنين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، الذي مضى على اختطافهما 8 أعوام وسط صمت دولي. وبالرغم من مرور 8 أعوام على خطفهما، مع عدم توفر المعطيات والدلائل الحسية والمادية، إلى أن الكنيسة لا زالت تتمسك بقناعة راسخة ورجاء كبير بأنهما أحياء حتى إثبات العكس. ما زلنا نبحث ونحن أبناء الرجاء، ولن نفقد أملنا. أنا بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين من الأحباء والأصدقاء الذين تابعوا ويتابعوا هذه القضية، أنا ما زلت على قناعة بأن المطرانين أحياء، وهما إن شاء الله بصحة جيدة، وأترقب وأتأمل عودتهما بأسرع وقت ممكن ليعطونا إثباتاتهم بأن المطرانين قد توفيا أو استشهدا. حينئذ سنقول إنه والله المطرانين استشهدوا وهن شهيدين جديدين في الكنيسة المسيحية. قد يكون البعض عالمين، قد لا يكونوا عالمين بما جرى لهم، بس إنه أنا برأيي اللي بده يعرف بيقدر يعرف وين صاروا وشو صار لهم. فترة طبعا طالت جدا، ونميل إلى الاعتقاد أنه مش خطف سياسي، وكان ممكن أنه حدا يقدر يعمل مقايضة أو يعمل موقف بإعادتهم إلى حيث يجب أن يكونوا. يبدو أنا بعتقد كانت شغلة فوضى وفلتت من السيطرة، خرجت عن السيطرة وحدث ما حدث. مطلوب الدول تعتبر حالة معنية بالمسيحية والوجود المسيحي وكرامة المسيحيين أن تعمل الضغوط اللازمة لها الأمر هيدا. في الخلاصة، 8 أعوام واللغز لم تتكشف خيوطه. أما آن للعالم أن يستفيق، أو نحن أمام فصل جديد من فصول الإبادة؟